أنا وشعبي في مواجهة أخطر إشي ممكن يقابل الإنسان وهو المجاعة. كم مرة بتاكلوا في اليوم؟ مرة واحدة. بصلك تمي 3 ساعات ولا نطرة المية. كون بان بورقستين بتاعتهم ديدي بس هالشي عاكلوا مية يشربوا. بدنا كاف بدنا مليش. الناس بطلت تلاقي الحلول. أكل ورق الشجر، أكل الحيوانات، أكلوا حمير. مرحبا، معكم بيسان من غزة. أنا لسه عايشة، بس أنا وشعبي في مواجهة أخطر إشي ممكن يقابل الإنسان وهو المجاعة. إحنا بدون أكل ولا شرب، المزارع مش شغالة، الأكل قليل جداً ونادر وغالي. تعالوا نسأل الناس اللي إلها كل هاي المدة بتعافر وتحت الإبادة، كيف ممكن بتوفر أكل وشرب لأطفالها؟ شو البدائل اللي بتعملها في ظل عدم وجود الأكل والطحين ومقومات وأساسيات الحياة؟ يلا. المساعدات الإنسانية اللي بتفوت على الناس غير كافية، محدودة، ما بتفوت في أماكن كثير نتيجة الاجتياح البري في هاي الأماكن وحصار الناس فيها. احكي لي شو أكتر أكل نفسك فيها؟ الفراخ والمفتول، كل حاجة نفسنا فيها. وقتش آخر مرة أكلتيهن؟ آخر مرة مناجي الحار. وهلقيت كيف أكلكم؟ علبات مع علبات، فول، لحمة. الله زهقناه من اللحمة والفول، نفسنا بالفراخ المفتول. طيب دائما موجودات للمعلبات؟ لا، اما كنا بمستشفى ناصر كانوا يجيبوا لنا مساعدات، هين ولا حدا بدور على حدا، لقيتنا لا في مساعدات ولا في حاجة. اولادنا يوم بياكلوا يوم بياكلوش، رحت اعبي مي عشان بتعجل لاولادي، نهت على التل فوق عشان نعبي مي وزينه، وانا بدي سخنت المي بدي اعجن لاولادي عشان ياكلوا ما كلش ويصوروا. يعني الله يعلم في الظروف اللي احنا فيها. بعد احيانا قال ان التانك هذا اصفر من عم بيب 4 شيكل. طب احنا ما هو نجيب من 4 شيكل، طب انا بعد برقصتين بتاعتهم بيدي عشان هالشي عاكلهم مي يشربوا. كم مره بتاكلوا في اليوم؟ مره مرتين. والله بعد وهيك بياكلوا مرتين. طب مثلاً اليوم الصبح شو أكلوا؟ لسه ما أفطروش، بغسل وهي بستخر مية عشان أعجل عشان يفطروا. الساعة هلقيت 12 ولسه ما أكلوش؟ لسه ما أكلوش لحتى ليلة، ما فيش شعر. طب الخبز شو بميك فيه؟ عبت منه بعد عشان برشلو عشب سوين عد حين سكر. شو بدها بدها توكل؟ بدها تأكل ولا تسايل هنا فيشي يبني مصبري مش لنا علي عشان وافيك بدها توكل هاي بذلك توكل هاي أبتسك عليها لنا عشان تاكي ماشي؟ خد هاي هرش منها هاي مانا في يمي يا مشاط هاي يا نخوري. في نسبة مخيفة جداً حالياً في قطاع غزة بتحكي إنه 1 بس من كل 10 أشخاص بصح لهم يأكلوا كل يوم. هاي النسبة هي حالياً بحكي وقت الحرب، وللأسف الوضع زي ما هو في الجنوب سيء لأنه في نزوح بنسبة عالية، كمان في الشمال سيء، يعني الشمال محاصر بشكل أكبر والمساعدات أبداً ما بتفوت على الشمال غير بشكل صعب جداً وكل وينه. علشان هيك لو في شوية طحين في الجنوب ففي الشمال بيطحنوا حبوب وعلاف الحيوانات علشان يوصلوا لأنهم يخبزوا ويتشاركوا الرغيف مع 5 في اليوم. فالوضع جداً 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 سيء، المجاعة تودي بحياة الناس يومياً، كل يوم في أطفال بيموتوا نتيجة الجوع، نتيجة قلة التغذية أو قلة الرضاعة، حتى ممكن يكونوا رضع ويموتوا. بدي أورجيكم الآن كيف ممكن نعمل غدا من مكونات وخضروات بسيطة جداً. احكي لنا شو بتعملي؟ والله بتعمل لهم دمعة، وهذه الدمعة يعني عن شرايح بندورة، هي هذه اللي بتكون اللي بنقدر نشتريها في من البلد، اللي في كده ما فيش في البلد إشي تاني نشتريه، فيش غير هالمعلبات بس اللي في البلد. مرة بعمل لهم دمعة بلحم ومرة بعمل لهم دمعة سادة. الدمعة بلحم معلبات؟ آه صحيح. قلت لك عمار ليش بدنا نسوي؟ والله بتنشف ريق من النار كمان، بس يلا الحمد لله من الله حلو. شو أكثر وجبة بياكلوها أولادك من أول الحرب؟ اللي هي المعلبات الفول، علب اللحمة، فاسوليا، هاي اللي بقدر ياكلوها. ولو اجى يوم ما لقيتيش لهم اكل بالمره شو بتعملي؟ بيقعدوا يزعقوا ويصرخوا ويجيبوا لنا واكل ويجيبوا لنا مواكب، بتخلقي لنا واكل زي ما جبتينا هين. قلت ها وانا وديت، قلت هاي اللي المكتوب لنا بده يصير. كنت اتحملوا لو انه ريحه اطلب من الناس من هذا رغيف من هذا رغيف، باكلهم اياه حتى من غير اي حاجه. لما اشوف واحد معاه خبزه ما بده ياكل جيبوا له خبزه.
مواجهة المجاعة أو الصعوبات اللي بلاقوها الناس علشان يدبروا أكل بيضل في خير. في إشي اسمه التكيات، وهو أكل بسيط معمول بالإيد وعلى النار، بيعملوا الناس المقتدرين علشان يوزعوا على أماكن النزوح أو الناس بشكل عام مش قادرة تجيب أكل. إحنا اليوم في تكية بتعمل بازيلا، فيلا نشوف. الوضع جدا سيء والمجاعة بتتفاقم يوم بعد يوم. الناس بطلت ملاقي حلول، أكل ورق الشجر، أكل الحيوانات، أكلوا حمير، الناس أكلت علف الحيوانات بحكي في شمال قطاع غزة، وحتى ماتوا من الجوع. الصبح بدك تصحى من النوم تجمع الخشب ولا تجمع المية ولا تدور كيف على قوت رز، صار رز بعشرين شقمة ونجيبه لساح كان بعد مية، صلح تم ثلاث ساعات ولا نطر المية، والله ما صلت العصر، والله خبزنا في فضة إيش كبديل، رحنا جبنا الدرة ها نائب انكسر من الدرة، أقسم رب الكعبة نائب انكسر من الدرة، المدت عايت بالليل جوعانة جوعانة جوعانة. أي كبيرة أي كبيرة أول استشهد الكبير استشهد، وبنتي في الدار وابني الثاني في الدار، وخبيه ما ندابوهم عشان أبوهم متصاوب. المي كمان من الأشياء اللي الصعب إن الإنسان في غزة يحصل عليها خلال فترة الحرب، خاصة إنه معظم أماكن النزوح بتركز في أماكن ما فيها بنية تحتية وأنابيب مي من قبل. نشيل البرميل تبعها اللي هي عبته لعند خيمته عشان اورجيكم الاحساس كثير بعيدا. بتشيل القلم هذا لحالك؟ طب ليش ما بتعبي وش للاخر؟ بتقدرش تشيليه؟ والله تقيل، انا بلشت اتعب يعني في مشوار طويل. احكيلي بتحبي مشوار المية؟ ليش؟ علشان بيكون طابور طويل وزحمة وثقيل؟ هانا؟ يعطيك العافية. المسافة طويلة والوزن ثقيل واللي بشيله أطفال وأهليهم بشيله. أنا اليوم في منطقة في المواصي على الحدود المصرية ما فيها مي كافية، بدنا نشوف السكان شو بيعملوا عشان يحصلوا على مي. طبعا لا مش كافية، لأن كل قطاع غزة تقريبا متواجد في هذا الأوقية على فوق 1.5 مليون مواطن موجودين على الحدود العشرة، فلازم في تقريبا 20% أو 30% من احتياجات الناس، يعني بدنا نكافح بدنا نعيش. زي ما أنت شايف يعني الناس اللي بتيجي بتعبى فيها مية البسيطة ما هذه يعني بحط فيها، هي مية تقريبا حلوة يعني صالحة للشرب، ولكن بعد ذلك تم تعبئتها في وسائل طبعا غير نظيفه وغير معقمه. يعني جدير بالذكر حصه الناس الفرد الطبيعي في غزه من قبل الحرب كانت اقل من حصه الفرد العالمي في اي مكان في الدنيا، لانه احنا ما عندنا طاقه، ما عندنا كهرباء كفايه، ما عندنا محطات تحليه كافيه، فحصه الفرد كانت قليله، وبعد الحرب قلت حصه الفرد 97%. المي حاليا تعبى من كذا موزع علشان توصل للناس، بيمشوا الناس فترة طويلة جدا جدا عشان ياخدوها، مش دائما بتكون نظيفة، ناس كتير ما بتشرب مي نظيفة، علشان هيك في نزلات معوية حادة. أنا شخصيا أصبت بنزلة معوية أنا وأخوتي الصغار علشان كنا بنشرب من المي اللي بيعبوها الناس هاي. في آلاف الحالات بالنزلات المعوية يوميا بسبب المعلبات والمي مش نظيفة. حبيبة شو هدول؟ معلبات.
ليش بتجمعوهن؟ طيب احكوا لي كم مره بتاكلوا في اليوم؟ يعني في اليوم مرة بتاكلوا؟ طيب بتحبي الطبيخ أكتر ولا المعلبات؟ بتحبي المعلبات أكتر من الطبيخ؟ أنا بحب الطبيخ. بتحبي الطبيخ؟ طب بتطبخوا؟ لا فيش خير، بس بنشوف زي هيك. وأنت يا حبيبة طبيخ ولا معلبات؟ معلبات. بتحبي المعلبات؟ طب عندكم معلبات كفاية؟ لا. كم مرة بتاكلي في اليوم معلبات؟ واحد مرة؟ جانا شو أكتر نوع معلبات بتحبيه؟ طيب بتطبخوا؟ ليش؟ والمعلبات هدول منهم بتجيبوهن؟ تشتروهن؟ طب بيجوكوش كابونات أو مساعدات؟ كم مرة أجاكوا؟ طب لما كنتوا في المكان القبل هذا كان يجيكوا؟ إيش بتسوي؟ إيش بتلعبي؟ بتلعبي في الرمل؟ طيب يلا لعبوني معكم. كيف نلعب فين؟ تعبوا الرمل بعدين بعبوا المعلبات رمل بعدين بكبوا الرمل. هاي أهم لعبة خلال اليوم وبتضيع لها أبو 6-7 ساعات. تعبي رمل بعدين شو بتسوي؟ تعمل كيك. تعبي رمل نكبه. ها ماشي صحة وهنا. إن شاء الله ما نطول الشيء.